المبادرة دي مبادرة رئاسية تستمر لمدة شهرين، عبارة عن الهدف منها ان احنا نعمل نحد من انتشار فيروس سي، فلقينا اكتر اماكن بيحصل فيها الانتشار بتاع فيروس سي اللي هو صالونات الحلاقة والتجميل والتوفرات الحريمي، لان بيستخدم فيها الات حادة زي الشفرة المقص الملقاط الصافة، فكل الحاجات دي كلها مصدر لانتشار فيروس سي. جميل. الحمله ديت هي اسم الحمله ايه يا دكتور بعد اذنك؟ دي مبادره للحد من انتشار. مين اللي اطلق المبادره دي يا دكتور؟ الفيروس الكبدي. مبادره رئيسيه في المناطق العاليه في مبادره رئيسيه حضرتك فاهمني. مبادره رئيسيه لمكافحه فيروس كورونا وحضرتك فاهمني وفيروس الاماكن المستهدفه بالمبادره ديت يعني صالونات الحلاقه مثلا وايه وايه الاماكن اللي فيها احتكاك شديد زي الجيمات الرياضيه تتبقى حضرتك فاهمني ومحلات الحلاقه وكافيهات اللي هي الحجوم تتبقى حضرتك لازم الاماكن كلها بيتعمل لها مسحات وتوعيه وجايبين لهم حاجات هدايا بيشوفوها لان لازم يستعملوا زيها بالظبط التوعيه يعني قصدي حضرتك ماشي حضرتك هنجيب لك واحده واحد دلوقتي تمام الكيسه تشوفه ده بنديه هنا لصاحب المكان بحيث ان هو يلتزم بالحاجه ديت وكل زبون لازم يكون معاه نفس الحاجه ديت في شغله عشان نحكم مع موضوع العدوى خصوصا الفترات اللي جايه دي. تمام انا ما تشرفتش بحضرتك دكتور اخوك محمد عبد المجيد مدير اداره خدمه المواطنين المنطقه الطبيه بتاع الزاويه الحمراء. الشعار بتاعنا لا للاستخدام مرة أخرى. تمام. كل حاجة تستخدم مرة واحدة علشان ما نمنع انتشار الفيروس. يبقى كل حاجة لوحدها، يبقى الفوطة بتاعتنا استخدام واحد، الشفرة استخدام واحد، مهم أوي إن إحنا بعد كده التحلص الآلي من الحاجات اللي هي بنستخدمها زي الشفرة والليز، ده ما ينفعش نستخدمه في السلة بتاعت الماء. ليه؟ في عامل الكمامة. دي الحمله ديت مستمره باذن الله يعني من شهرين كاملين بدات من انت حضرتك كله. ايه البدايه بتاعتها انطلاقها يعني حضرتك البدايه كده بالظبط بدأ من 1/9 بس هي المحافظه مقسماها على مناطق خدت بال حضرتك مناطق بحيث ان احنا نغطي القاهره كلها باذن الله خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله ربنا يوفقكم وشكرا على التعاون وان شاء الله نلتزم والمصر تعدي على خير ان شاء الله.